اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حكيتك اللي عم نقدم لكم اياها من الفلاج شيب ستور لأورنج اللي موجود بعبدون. بحلقتنا لليوم رح نحكي عن العديد من المواضيع التكنولوجيه المختلفه، من ضمنها رح نحكي لكم عن هاتف جديد من ون بلس، وبرضه رح نعطيكم تفاصيل عن هاتف جديد من سامسونج اللي هو الاس 8، وبرضه تفاصيل عن خصائص جديده رح تكون متوفره بهواتف الهواوي اللي هي الفيس اي دي والانيموجيز. كل هاي الاخبار واكثر بحلقتنا لليوم. وأول خبر معنا لليوم عن ون بلس 5T ستار وورز. هذا الهاتف الجديد اللي عم يتم إطلاقه من شركة ون بلس، تأكد الشركة أنه يتم إطلاقه خلال نفس الفترة اللي عم يتم إطلاق فيها الموفي ستار وورز The Last Jedi. هذا الفيلم رح يتم إطلاقه خلال هذا الشهر، فتأكدت شركة ون بلس أنه يتم إطلاق الهاتف بنفس الوقت لأن هي نسخة مخصصة لمحبي ستار وورز. فخلال كوميك كون اللي صار بالهند، قررت الشركة أنها تعلن عن هذا الهاتف ونالت إعجاب العديد من الأشخاص المعجبين بستار وورز. ومننتقل لتقارير اف سي سي اللي عم تكشف عن هاتف سامسونج الجديد اللي هو W2018. هذا الهاتف الجديد من شركة سامسونج القابل للطي، مثل ما تعودنا انه نشوف بالموبايلات اللي فعلا كان كثير زمان ما شفنا اخر نسخة منها، ولكن قررت شركة سامسونج انها ترجع لهاي الفكرة ولكن بطريقة مختلفة ومميزة مثل ما عم بتشوفوا هلا. ومنضل مع شركة سامسونج، ولكن بننتقل لنحكي عن هاتف الاس 8 بلس واطلاق سامسونج لهذا الهاتف بليمتد اديشن. أطلقت شركة سامسونج هواتف السامسونج S8 و S8 Plus بلون جديد، وأطلقت عليه اسم Smart Girl Limited Edition. هاي النسخة المحدودة من هواتف سامسونج شفناها بعد ما شفنا قبل أسبوعين إطلاق شركة سامسونج للون الخمري من هواتفها، وكان فعلاً لون مميز. وهاي المرة قرر إنه يخصصوا هذا النوع من الهواتف للبنات، وقرر إنه يعملوا باللون الزهري الرائع، وغير هيك في محفظة مصنوعة من جوراسكي. طبعا المواصفات بهاتف السامسونج S8 اللي هو Smart Girl Limited Edition نفس المواصفات الموجوده باي واحد من هواتف سامسونج S8 والS8 Plus. وبننتقل نحكي عن شركة هواوي. قبل فترة شفنا شركة أبل أطلقت الأنيموجيز والفيس آي دي بهواتفها الآيفون 10، ولكن هاي المرة قررت هواوي إنها تفوت بهذه المنافسة وتطلق هي كمان الفيس آي دي والأنيموجيز على هواتفها. هذا التطور بهواتف هواوي رح نشوفهم بالمستقبل، ومن المتوقع انه يبلشوا مع البي 11، لانه لغايه هاي اللحظه بكل الهواتف الاوريدي موجوده من هواوي ما عم نشوف هذه التكنولوجيا. وعم بتقول شركه هواوي انه من خلال دراسه عم بيعملوها رح يكون في جزء امامي بهذا الهاتف رح يقدر انه يدرس معالم الوجه ب 300,000 نقطه رح تسقط على الوجه، ولكن اذا احنا بدنا نقارنها بشركه ابل هي فقط 30,000 نقطه رح تسقط على الوجه لتقدر انها تتعرف على ملامح وجوهنا وتقدر انها تفتح هذا الهاتف. ومنروح لنحكي عن شركة أمازون اللي قررت إنه يكون في لها دور كتير فعال أكبر داخل المجتمع، وهي إنها تطلق العديد من الأدوات المختلفة الخاصة بالذكاء الاصطناعي. عادة شركة أمازون متعرف عليها هي شركة البيع الإلكتروني، ولكن هاي المرة عم نشوف شركة أمازون عم تتدخل أكثر وقررت إنها تكون جزء كتير أكبر من المجتمع ومن العالم. عشان هيك هلأ عم تصدر العديد من الأدوات الكهربائية المختلفة اللي ممكن تستخدمها بالبيت بالشركات، ومن ضمنها هي كاميرا الذكاء الاصطناعي Deep Lens. هاي الكاميرا الذكية بتيجي بسعر $250 وفيها العديد من الميزات والخصائص المختلفة، من ضمنها إن هي رح تقدر انها تقرا الاشياء اللي عم بتدور حواليها بطريقه ذكيه جدا، وبالمقابل رح تقدر انها تنشر المعرفه والتعليم بطريقه غير شكل كمان. احد الامثله على جاهزيه شركه امازون للدخول بعالم الذكاء الاصطناعي هو ايكو ومساعد الصوتي اليكسا، فلما اشتغلوا مع بعض هذول الاثنين شفتها من امازون فعلا مساعده رائعه للحياه اليوميه بعالمنا العادي، وكيف كان دور كثير كبير للذكاء الاصطناعي بحياه العاديه. ومنروح لنحكي عن عدة AIY Vision من شركة جوجل اللي بتسمح لك ببناء كاميرا ذكية. قدمت شركة جوجل عدة AIY Vision، وهاي العدة من خلالها رح تقدروا انكم تبنوا الكاميرا الذكية الخاصة فيكم، فمثلا من خلال هذه المعدات الرائعة اللي عم بيقدموا لكم اياها بسعر $45 بس، اللي رح يبدا الشيبمنت تبعها خلال شهر ديسمبر، هي من خلالها رح تقدروا انكم تبنوا كاميرا رح تكون ذكية كفاية لتقدر انها تفرق بين النباتات، بين الوجوه المختلفة، بين الاكل، يعني رح تكون فعلا عندها الذكاء لتقدر انها تفرق بين كل اشياء من الحياة اللي احنا عايشين فيها، وبرضه
برضو بنفس الوقت رح تقدر انها تختار الالوان الاصح والمناسبه اكثر للصوره اللي بدنا نلتقطها. برغم من انه هاي العده اللي عم بيقدموا لنا اياها شركه جوجل فيها الهيكل الخارجي للكاميرا فيها بعض من القطع اللي موجوده الا انه ما رح تكون كافيه لتحصلوا على الكاميرا كامله لتكون جاهزه للاستخدام، رح يكون في اشياء اخرى لازم تشتروها على جنب خارج هذا الباكج اللي عم بيقدموا لكم اياه لتقدروا انكم تكملوا بناها. وصل الوقت انه نروح لعالم الالعاب ونبلش مع شركه سوني اللي كشفت عن الالعاب المجانيه للبلاي ستيشن بلس خلال شهر ديسمبر. تم تقديم لعبة Darksiders 2 Definitive Edition لجهاز PlayStation 4، وعلى الرغم من أنه لعبة Darksiders 2 كانت مخصصة لPlayStation 3 وأجهزة Xbox 360 إلا أنه هاي النسخة محدثة لتناسب أجهزة الألعاب الحديثة، ومن المفترض أنه يتم إطلاق لعبة Darksiders 3 خلال العام القادم. اللعبة العائلية Kung Fu Panda Showdown of Legendary Legends هي تاني لعبة مجانية رح يحصل عليها مشتركي الخدمة في ديسمبر على أجهزة PlayStation 4، وهي لعبة لأربعة لاعبين تحتوي على شخصيات من سلسلة كونغ فو باندا. ومننتقل لنحكي عن العرض التشويقي للعبة Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition. أيام قليلة عم تفصلنا للنسخة الذهبية من الجزء السابع للعبة Resident Evil اللي رح يكون فيها مش بس اللعبة الأساسية ولكن المحتويات الجانبية كذلك، ومن المتوقع أن نشوف الشخصية الرئيسية بهذه اللعبة كريس ريدفيلد. وصار الوقت انه نروح لاخبارنا السريعه لليوم. نبلش مع جوجل مابس اللي اطلقت تحديث جديد لنظام الاي او اس حتى يكون موجود جوجل مابس على اجهزه الايفون 10. وبالخبر الثاني، شركه جوجل رح تعالج المشاكل اللي عم بواجهها مستخدمي البيكسل 2 باعاده التشغيل خلال الاسابيع القليله القادمه. وبالخبر الثالث والاخير، شائعات بتقول انه رح يتم اطلاق ايباد 9.7 بوصة بسعر $259. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية حكتك لليوم، نتقي فيكم الأسبوع الجاي، مع السلامة.